صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل هناك دعاء مستجاب يوم الأربعاء بين صلاتي الظهر والعصر؟ وما هي أوقات الدعاء المستجاب؟ لا أعرف شيئا من هذا إلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا يوم الأربعاء استجيب له. فإذا دعا الإنسان يوم الأربعاء ابتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم ترجى له الإجابة. والرسول ما قال إن يوم الأربعاء فيه ساعة، إنما قال هذا في جمعة. نعم.